السلام عليكم. ان شاء الله النهارده ان شاء الله الدرس الثالث في الجيومتري، الوحده الثانيه، الدرس اللي قبل الاخير، سلوب اوف ستريت لاين، ميل الخط المستقيم. نفتكر مع بعض كده الاسلوب يا جماعه. لو عندي نقطتين، النقطه الاولانيه A والنقطه الثانيه B، ال A عباره عن x1 y1، ال B x2 y2، ومطلوب مننا ان احنا نجيب سلوب اوف اي بي. تمام، سلوب للاي بي. عموما السلوب انا برمز له برمز ام، يعني لما تلاقي ام معناها السلوب. سلوب اوف اي بي من الاي بي كنا واخدينها السنه اللي فاتت عباره عن y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1، y4 واكس تحت. الترتيب اللي هنمشي عليه في الواي هو نفس الترتيب اللي هنمشي عليه في الاكس. ممكن نقول y2 ماينس y1 اوفر x2 ماينس x1، او نعكسها y1 minus y2 over x1 minus x2. بس لازم الترتيب اللي هنمشي عليه في الواي هو نفس اللي هنمشي عليه في الاكس. باكد تاني، الواي فوق والاكس تحت. تمام، ده لو عندي نقطتين. طب السلوب جيد معانا لو عندي انجل. الانجل عموما مرمز لها برمز سيتا. سيتا دي اختصار لاي انجل. طب السلوب باستخدام الانجل يجي ازاي؟ قال السلوب عباره عن تان السيتا اللي عندي. تمام كده، يبقى الاسلوب لغايه دلوقتي لو عندي نقطتين، y2 minus y1 over x2 minus x1. لو عندي انجل يبقى تاني الانجل. تمام، وفي لسه طريقه تانيه للاسلوب هناخدوها الحصه الجايه لما ناخد الدرس الاخير اللي هو equation of straight line. طب تمام، طب شغلنا في الدرس كده، في حاجات هنفتكرها من السنه اللي فاتت وحاجات هناخدوها برضه جديده السنه دي. لما يقول لي slope of straight line parallel x axis، slope of straight line parallel x axis، parallel x axis، parallel x axis يبقى على طول slope بزيرو. طب لما يقول لي slope of straight line parallel y axis يبقى undefined. يعني ايه undefined؟ يعني 1 over 0، يعني 0 تحت. نقول تاني parallel x axis 0، parallel y axis undefined. طب شغل بقى الاسلوب. بص يا جماعه، درس الاسلوب بشتغل بيه امتى؟ اي مساله معتمده على البارلل او البربنديكولار. قال لي بارلل او بربنديكولار او طريقه الحل معتمده على البارلل او البربنديكولار، يبقى على طول بنشتغل على الاسلوب. طب انا مش مجمع دلوقتي. لو انا عندي تو ستريت لاين، الاولاني اسمه L1 والتاني اسمه L2. L1 هيبقى السلوب بتاعه M1، وال L2 السلوب بتاعه M2. ده ستريت يا جماعه، L1 ده الستريت. يبقى عندي مستقيمين L1 و L2. طبعا مش هيبقى فيه رسمه، بس هو هيقول لك ذا ستريت لاين ويتش باسس ثرو بيمر مثلا بنقطتين، يبقى ده L1، والستريت لاين التاني ميك ان انجل، ده ال L2. تمام، ال L1 ل M1 وال L2 ل M2. شغل ايه بقى في الكلام ده بالنسبه لو هما الاثنين بارل او بيربنديكولار؟ بص يا جماعه، في حاله اللي هما بارل، لو L1 بارل ال L2 معناها ايه بالنسبه لي؟ معناها M1 ايكوال M2، والعكس. لو عزبت الاثنين بارل، عرفت نجيب السلوب هنا والسلوب هنا وطلعوا الاثنين زي بعض، يبقى معناها L1 بارلل L2. تمام، يبقى تاني بارلل يبقى السلوب بيساوي السلوب، او العكس لو السلوب بيساوي السلوب يبقى هما الاثنين بارلل. تاني بارلل يبقى معناها السلوب هنا هيساوي السلوب هنا، يعني M1 ايكوال M2. ده فعلا السلوب هو الام. طب عايز اثبت البارلل، عايز اثبت ان هما الاثنين بارلل، هنجيب السلوب الاولاني والاسلوب للتاني، هيطلع الاثنين زي بعض، يبقى L1 بارلل L2. طب بيربنديكولار برضه معتمد على السلوب، L1 بيربنديكولار تو L2 معناها ايه؟ معناها M1 لو عملناها تايمز M2 الناتج هيطلع نيجاتيف 1. بس انا مش متخيلها دي، يعني هنضرب ده في ده عشان يطلع نيجاتيف 1؟ وانا لازم نضربها؟ ده انا عايز ابص لها كده اعرفها على طول، يعني ابص كده الام 1 وام 2 اعرف ان هما الاثنين بيربنديكولار.
ازاي؟ قالت طريقة سهلة خالص. بصوا يا جماعة دي هنزلها تحت، يعني M1 equal negative 1 over M2. كده بقت أسهل بالنسبة لي أنا. أسهل إزاي؟ M1 equal negative 1 over M2 معناها واحدة فيهم مقلوبة التانية بعكس الإشارة. يعني إيه؟ يعني لو الأسلوب الأولاني 2 over 3 يبقى الأسلوب للتاني اللي هو البربنديكولار هنقلب ونعكس الإشارة بنيجي 3 over 2. لو الأسلوب الأولاني 1 over 3 يبقى الاسلوب التاني نيجاتيف 3، اقلب واكس الاشاره. ماشي الحل؟ تمام. طب نرجع تاني، L1 بيربنديكولار L2 معناها ايه؟ معناها ان M1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر M2، او M1 تايمز M2 ايكوال نيجاتيف 1. دي بنقولها كده عشان ايه؟ اللي تشوز او كده. من ضمن الحاجات برضو العكس، عايز اثبت الاثنين بيربنديكولار. هنجيب M1 هنجيب M2، هنلاقي واحدة فيهم مقلوبة التانية بعكس الإشارة، يبقى هما الاتنين بيربنديكولار. هنجيب M1 و M2، هنلاقي إن M1 إيكوال نيجاتيف 1 أوفر M2 مقلوبتها بعكس الإشارة. عايز تقول لي هنضربهم هما الاتنين في بعض نيجاتيف 1، ماشي، يبقى هما الاتنين إيه؟ بيربنديكولار. تمام. تعالى بقى نخش على المسائل. قبل بس ما نخش على المسائل عشان أميز الأسلوب، إمتى يا جماعة نشتغل على درس الأسلوب؟ أي مسألة معتمده في حلها على بارل او بربنديكولار، بارل او بربنديكولار على طول سلوب. ماشي كده. نفتكر بس تاني الدرس الاولاني اللي هو الديستانت. اي مساله عايز فيها اطوال، عايز طول الاي بي، عايز طول البي سي، عايز الراديوس، عايز طول الراديوس، يبقى ده الديستانت. الدرس التاني اللي هو الميد بوينت. اي مساله عايز فيها البوينت، يعني عايز اكس وواي، يبقى على طول هنشتغل على الميد بوينت. الدرس التالت عندي بارلل او بيربنديكولار، يبقى على طول هنشتغل على السلوب. قوانين السلوب تاني، لو عندي نقطتين y2 minus y1 over x2 minus x1، لو عندي انجل يبقى تاني الانجل. تمام. بارلل x اكسس يبقى السلوب او 0، بارلل y اكسس يبقى عندي يعني 1 over 0. تمام. نشوف مثال. أول مسألة معانا يا جماعة بيقول لي بروف ذات ذا ستريت لاين ويتش باسس ثرو ذا ستريت لاين باسنج ثرو ذا تو بوينت 2 نيجاتيف 1 6 اند 3 از بارلل. بارلل قبل ما نكمل، بارلل اثبت بارلل، يبقى على طول هتشتغل على السلوب. ذا ستريت لاين ذات ميك ا بوزيتيف انجل اوف ميجر 45 وذ ا بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. نرجع بس واحدة واحدة كده. بيقول لي بروف ذات ستريت لاين اللي هو ال L1 باس ثرو ذا تو بوينت اللي بيمر من النقطتين دول، ده المستقيم الأول، از بارلل تو ذا ستريت لاين ذات ميك ا بوزيتيف انجل اوف ميجر 45. أنا عارف إن بوست دي فيها مشكلة، هخلص وأرجع لها تاني. تمام. وذ ذا بوزيتيف دايركشن اوف اكس اكسس. هي الجملة دي ثابتة على طول يا جماعة، تمام، مع اتجاه الموجب لمحور السينات او البوست اوف دايركشن اوف اكس اكسس، ما تشغلش بالك بيها، هي جمله ثابته. طب ماشي، هنجيب السلوب هنا والسلوب هنا. هو بيقول اثبت اللي هما بارلل. طب اثبت اللي هما بارلل، يعني المفروض نجيب السلوب ونجيب السلوب يطلعوا زي بعض، يبقى L1 بارلل L2. هنكتب له الكلام ده، هنقول له سلوب اوف فيرست ستريت لاين الا فيرست ستريت لاين اللي هو L1. الاسلوب بتاعه يا جماعه يبقى M1. مديه نقطتين y2 minus y1 y2 يعني 3 minus minus 1 يعني plus 1 over 6 minus 2 يعني 4 over 4 يعني equal كام 1. سلوب of second straight line يعني عبارة عن M2، ده مديني انجل. أول ما يديني انجل يبقى تان على طول، تان الانجل اللي عندي تان 45 ايكوال 1. قال لا، الاتنين طلعوا زي بعض، هنقول له سينس M1 طوال M2 يبقى زن L1 بارلل L2. خلصت. تاني بروف ذات the straight line which passes through the two point النقطتين دولت is perpendicular. هشتغل على slope
to the straight line which make a positive angle of measure 30 with the positive direction of x axis. هو بيقول لي اثبت ان المستقيم اللي بيمر بالنقطتين دولت عمودي على المستقيم اللي بيصنع زاويه في 30. طب ماشي، هنجيب الاسلوب الاول والاسلوب الثاني. هنقول سلوب اوف ال1، ال1 اللي هو الفيرست ستريت لاين، برمز الاسلوب دايما بالام. طب عشان اميز يبقى ده ام1 عباره عن y2 minus y1 يبقى 2 root 3 minus 3 root 3 over 5 minus 4، يعني negative root 3 over 1، يعني negative root 3. سلوب اوف ال2 يعني ام2، ده مديني انجل ب 30، يبقى هنقوله على طول tan 30 اللي هي 1 over root 3. طب نبص كده على ام1 وام2، واحده بنيجاتيف روت 3 والثانيه ب 1 over root 3. خلي بالكم في المذكره انا كاتب دي تقريبا بروت 3، هي غلطه بس. تمام، معناها ايه؟ انا ملاحظ ان دي مقلوبه دي بعكس الاشاره، يعني نيجاتيف روت 3 لو قلبنا وعكسنا الاشاره هتبقى 1 over root 3، او العكس لو قلبنا وعكسنا الاشاره هتبقى نيجاتيف روت 3. يعني هنقول له m1 equal negative 1 over m2 يبقى l1 perpendicular to l2. في ناس تانية تكتبها بطريقة تانية، يقول لي m1 times m2 equal negative 1 يبقى برضك l1 perpendicular to l2. بس هقول لك دي أحسن، مش عشان المسألة دي، عشان المسألة اللي جاية بالعكس، إن هو يجي في المسألة هيقول لي خلي بالك هما perpendicular هما parallel، فبتفرق معايا الشكل ده، ده بيبقى أسهل في الحل. طب خلاص انا خدت مسالتين يا جماعه، واحده نسبه اللي هم بارلل وواحده نسبه اللي هم بيربنديكولر. تمام، في حته بس انا نسيت اقول لكم عليها، وفي كل مساله بيقول لي ميك ان انجل وذ بوزيتيف، ميك ا بوزيتيف انجل. هو في بوزيتيف انجل ونيجاتيف انجل؟ اه، هو العادي بتاعنا دايما ان اي انجل بوزيتيف. طب النيجاتيف يا جماعه نعرفها بس بسرعه كده، المفروض مثلا ان احنا بنلف كده، النيجاتيف هيلف اليمة التانية عكس. تمام، انت مش بتلف ولا بترسم، بس لو قال لي نيجاتيف انجل نيجاتيف عايز احولها لبوزيتيف هطرحها دايما من 180. يعني مثلا ميك ا نيجاتيف انجل اوف ميجر مثلا 40 او 30، يبقى هنطرحها من 180 يبقى الانجل بتاعتنا ب 150. تمام، واحنا شغالين كده هيقابلنا برضو في مسألة تاني عشان احول الانجل من نيجاتيف لبوزيتيف هطرحها من كام؟ من 180. طب ماشي، مسألة اللي وراها if the straight line CD parallel x axis، بارلل اكس اكسس يعني السلوب بزيرو، طب بارلل واي اكسس يبقى undefined. قال لي if the straight line CD بارلل اكس اكسس يعني السلوب زيرو، يعني هو مديني سلوب. تمام، طب معنى اللي هو مديني سلوب يعني في حرف في المساله والمطلوب مني ان انا نجيب الحرف. فعلا هو حاطط في المساله واي والمطلوب مني ان انا نجيب الواي. طب يلا بينا هنجيب السلوب، وعشان بارلل الاكس اكسس هنساوي سلوب بزيرو، فهنحسب السلوب اوف سي دي عباره عن واي 2 ماينس واي 1 يعني واي ماينس 2 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 يعني نيجاتيف 5 ماينس 4. تمام، يعني نظبطها شويه هتبقى واي ماينس 2 اوفر نيجاتيف 9. تمام، هو قال لي في المساله بارلل الاكس اكسس يعني السلوب بزيرو، يعني معناها واي ماينس 2 اوفر 9 هنساوي بكام؟ بزيرو. بارل الاكس اكس اكس اكسس يبقى السلوب بكام؟ بزيرو. تمام، الديفايد يعدي تايمز، يبقى واي ماينس 2 ايكوال نيجاتيف 9 تايمز زيرو يعني زيرو، يبقى الواي بكام على طول؟ ماينس يعدي بلس يبقى الواي ايكوال 2. خلصت اللي وراه. افتكر بس من الاول
عايز اثبت بدل هنجيب السلوب هنا والسلوب هنا المفروض يطلعوا زي بعض. عايز اثبت بدل هنجيب السلوب ونجيب السلوب يطلعوا زي بعض. عايز اثبت بيرفنديكولار هنجيب السلوب ونجيب السلوب يطلع واحد فيهم مقلوب التاني بعكس الاشاره يبقى هما الاثنين بيرفنديكولار. يعني المسألة اللي خدناها قبل كده كان كل شغل في المسألة يا اثبت بارل يا اثبت بيرفنديكولار. كل شغل اللي هنجيب السلوب عايز اثبت بارل هنلاقي السلوب زي السلوب. عايز اثبت بيرفنديكولار هنلاقي واحد فيهم مقلوب التاني بعكس الإشارة. طب لو جه في المسألة قال لي خلي بالك هما بارل، مش بقول لك اثبت، لا ده هما بارل. طب معنى اللي هما بارل يبقى هيحط لك في المسألة رمز والمطلوب منك ان انت تجيب الرمز. نفس الكلام هما بيرفنديكولار يبقى هيحط لي في المسألة رمز والمطلوب مني ان انا اجيب الرمز. طب في الحالتين هنجيبها ازاي؟ خلينا مثلا لو هما بارل هنجيب السلوب هنا وهنا المستقيمين بالرموز اللي عندي. في حالة ان هما بارل هنساوي الاتنين ببعض واحلها الايكويشن واشوف الرمز اللي ناقص. طب في حالة ان هما بيرفنديكولار برضه هتجيب السلوب هنا والسلوب هنا. طب في حالة ان هما بيرفنديكولار عشان اضربهم في بعض ويطلع ناتج نيجاتيف 1 هتبقى صعبه، فالاسهل هنثبت واحد فيهم هنسيبه زي ما هو ونروح على التاني نقلب ونعكس الاشاره وبعد كده نساويهم ببعض بحيث ان واحد فيهم بيساوي مقلوب التاني بعكس الاشاره. لان نحل المساله احسن. بصوا معايا if the straight line L1 passes through the 2.312k تمام الكي ظهرت عند النقطتين المستقيم الاولاني اللي هو ال L1 بيمر بالنقطتين دول and the straight line L2 make angle of measure 45 تمام find the value of k. هات لي انت ال k. if L1 and L2 are مره parallel ومره perpendicular يعني هات لي انت ال k قيمه لما يكونوا هما الاثنين parallel وقيمه لما يكونوا هما الاثنين perpendicular. طب ماشي سواء بارلل او بيرفنديكولار اللي انا متاكد منه ان انا اول حاجه هنجيب السلوب. هنجيب السلوب هنا والسلوب هنا وبعد كده نسوي هنجيب السلوب هنا والسلوب هنا. هنجهز يبقى انا جبت الام 1 والام 2. قال لي هما الاثنين بارلل يبقى ام 1 ايكوال ام 2. قال لي هما الاثنين بيرفنديكولار يبقى هنقلب واحد فيهم ونعكس الاشاره. تمام؟ طب يلا بينا كده مع بعض. يبقى انا اول حاجه هنجيب الام 1 والام 2. يبقى انا هنجيب له سلوب اوف ستريت فيرست ستريت لاين. يبقى هنا سلوب اوف ال 1 اللي انا برمز له بالرمز ام 1 عباره عن ايه؟ y2 ماينس y1 يعني k ماينس 1 اوفر 2 ماينس 3 يعني k ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1. ده الام 1 سلوب اوف ال 2 اللي انا برمز له بالرمز ام 2 مديني انجل. يبقى السلوب عباره عن تان الانجل تان 45 يعني ايكوال 1. تمام جهزنا الاثنين ك ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1 خلي بالك. ماشي اول حاله عندي ان هما الاثنين بارل. في حاله ان هما الاثنين بارل يبقى معناها ايه؟ بارل ال 1 بارل ال 2 يبقى معناها ام 1 ايكوال ام 2. يلا بينا يعني ك ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1 ايكوال 1 ديفايد يعدي تايمز يبقى كي ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1 ماينس 1 تعدي بلس 1 يعني ايكوال 0. يبقى في حاله ان هما بارل الكيب كام يا جماعه؟ بزيرو. نعيدها تاني يقول احسبها تاني لما يكونوا هما الاثنين بيرفنديكولار. يعني ال1 بيرفنديكولار تو ال2. طب بيرفنديكولار معناها ايه؟ معناها ان واحد فيهم بيساوي مقلوب التاني بعكس الاشاره. يعني ام 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر ام 2 تمام. طب يلا بينا. طب انا دلوقتي عندي مشكله نثبت انه واحد ونقلب انه واحد. هو عادي ثبت واحد واقلب الثاني بس انا عن نفسي بنحب نثبت دايما اللي في الرموز بحيث ان انت عشان تقلب ده ممكن تعمل لك مشكله. فاحنا هنثبت ده يعني كي ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1 وهنمسك الثاني نقلب ونعكس الاشاره. ال1 لما نقلبه 1 وعكس الاشاره يبقى نيجاتيف 1. يلا بينا يبقى كي ماينس 1 اوفر نيجاتيف 1 ايكوال نيجاتيف 1 الديفايد يعدي تايمز يبقى كي ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 ب 1
يبقى الكي ايكوال نيجاتيف 1 تعدي بوزيتيف 1 يبقى 1 بلس 1 ايكوال كام؟ ايكوال 2. تمام؟ يبقى في حاله اللي هما الاثنين بارلل الكيب 0، في حاله اللي هما الاثنين بيربنديكولار الكيب كام؟ ب 2. تمام. السؤال اللي بعده find the measure of the positive angle which the straight line L make with the positive direction of x-axis if the straight line L passes through the 2.00282. هو بيقول لي هات لي الانجل اللي المستقيم بيمثلها او المستقيم بيكونها، المستقيم بتاعي بيمر بالنقطتين دول. قال لها طب الانجل اللي هتجيبها ازاي؟ طب هقولها بالعكس، لو هو مديني الانجل كان ينفع نجيب السلوب؟ اه كنت بنقول السلوب على طول تاني الانجل. يعني ايه؟ يعني لو عندي مثلا في المساله السلوب بتاع بوان وعايز اجيب الانجل بتاعه، مش السلوب اساسا اللي هو عباره عن تان السيتا، يبقى تان سيتا ايكوال 1. تمام؟ طب انا عايز التان بس بتاعت الوحده الاولانيه، تان هتعدي الناحيه الثانيه تان سوبر نيجاتيف 1، يبقى السيتا عبارة عن tan سوبر نيجاتيف 1 لل 1 يعني 45. نقول تاني، لو انا مطلع السلوب روت سي وعايز الانجل، هو السلوب عبارة عن ايه؟ tan سيتا عبارة عن روت 3، طب انا عايز السيتا، يبقى التان تعدي الناحية التانية او بطريقة تانية، امتى التان تطلع لي روت 3؟ التان تطلع لي روت 3 يا جماعة لما تبقى tan 60، يبقى الزاوية بتاعتنا بكام؟ 60. نرجع لمسألتنا، find the measure of the positive angle which the straight line L made with the positive direction of x-axis if the straight line L passes through the 2.002 negative 2. يلا بينا. find the measure of the positive angle if the straight line L made with the positive direction. ماشي، عن طريق النقطتين دول يا جماعه انا هنجيب السلوب. تمام؟ يبقى هنا السلوب بتاعي عبارة عن y2 يعني نيجاتيف 2 ماينس y1 اللي هي 0 اوفر x2 ماينس x1 يعني نيجاتيف 2 اوفر 2 يعني نيجاتيف 1. تمام. طب مش السلوب هو التان؟ يعني ممكن نقول دلوقتي ان الام عبارة عن تان سيتا، يبقى تان سيتا ولا نيجاتيف 1. تمام. طب انا عايز السيتا، يبقى السيتا هنعدي التانية ياما التانية، ما انا ما اعرفش الصراحة نيجاتيف 1 بكام. هنعدي السيتا ياما التانية، هنعدي التانية ياما التانية، هيبقى تان سوبر نيجاتيف 1 للنيجاتيف 1. هتحطها على الآلة الحاسبة هيطلع لك نيجاتيف 45. ما عنديش انجل بالنيجاتيف. تمام؟ واحنا قلنا في الأول خالص لو نفتكر، لو طلعت نيجاتيف عايز أحولها لبوزيتيف نعمل إيه يا جماعة؟ يبقى نطرح من 180، يبقى السيتا 180 ماينس 45 135. النيجاتيف دي تشيلها وتطرحها من 180. وصلت؟ تمام. خلاص عرفناها المسألة دي يا جماعة. المسألة اللي وراها كانت موجودة في الدرس الأولاني وأنا قريتها وما رضيتش أحلها في الدرس الأولاني، وساعتها قلت لكم في مسائل موجودة في الدرس ده بس أنا ممكن أحلها قدام بطريقة أسرع، اللي هي دي. وفي ناس حلوها في الهوم ورك بطريقه الدرس الاولاني ما كنتش مديها اساسا، يعني في ناس حلوها بطريقه الدرس الاولاني هم واخدينها في درسهم كده. ماشي صح وكل حاجه، بس هقول لك انا لما بندي حاجه بندي تمشي في المساله والعكس. يعني مش هقول لك على طريقه تمشي في مساله ولو جيت عكست المساله هنقول لك لا والله ما ينفعش تمشي بيها مش هتعرف تحلها فاضطر تحلها بطريقه ثانيه. لا انا عايز طريقه تمشي معايا في مساله وعكسها اللي تحت منها عكسها. طب بص معايا، prove that the points A, B, C are collinear. اثبت ان الثلاث نقط collinear يعني على استقامة واحدة، يعني R on same straight line. collinear دي معناها R on same straight line. على خط مستقيم واحد. طب هنثبتها ازاي؟ قال لي هنجيب السلوب بتاع الـ AB والسلوب بتاع الـ BC. هيطلع السلوب هنا هو نفس السلوب هنا.
لا يعني السلوب بتاع الاي بي، بصوا معايا كده، هيطلع السلوب ده هو نفس السلوب ده، يعني هما الاثنين ايه يا جماعه؟ بارل. بارل. طب انت قايل دلوقتي اي بي وبي سي يعني نفس النقطه، اللي هيبقوا هما الاثنين بارل ازاي وفي نقطه مشتركه؟ عشان في نقطه مشتركه، بدل ما هما كده لا هيبقوا كده على خط واحد. تمام، يعني هنجيب له السلوب بتاع الاي بي والسلوب بتاع البي سي ونرجع نقول له ان في نقطه مشتركه، يبقوا الثلاثه على خط واحد. تاني هنجيب السلوب بتاع الاي بي والسلوب بتاع البي سي يطلعوا زي بعض، ونقول والله في نقطه مشتركه اللي هي نقطه البي، يبقوا الثلاثه على استقامه واحده. طبعا عندي سؤال، هو لازم اي بي وبي سي؟ لا مش لازم، اي اتنين، اي بي واي سي، اي بي وبي سي، اي سي وبي سي، اي اتنين، فاي اتنين هتعملهم هتلاقي فيهم نقطه مشتركه. يلا بينا، انا عايز اجيب دلوقتي ان الثلاثه على استقامه واحده. في طريقه الديستنت كنت بتجيب الاي بي والبي سي والاي سي ويطلع اطول واحد فيهم بيساوي الاثنين التانيين، ديستنت ياما الاسلوب اسرع. ده كل اللي هنعمله، هنجيب الاسلوب، وخصوصا ان قانون الديستنت كبيره يا جماعه، يعني اكس 2 ماينس اكس 1 باور 2، واي 2 ماينس واي 1 باور 2، كله تحت الروت. لا هنا اسرع، هنجيبه سلوب اوف اي بي، اي بي هيبقى واي 2 ماينس واي 1 يعني 3 ماينس 1 اوفر 2 ماينس 1 يعني 2 اوفر 1 يعني 2. سلوب اوف بي سي، بي سي هتبقى نيجاتيف 1 ماينس 3 اوفر 0 ماينس 2 يعني نيجاتيف 4 اوفر نيجاتيف 2 يعني 2، اللي الاثنين زي بعض. تمام، يعني نقول سلوب اوف اي بي ايكوال سلوب اوف بي سي، الاثنين زي بعض وفي نقطة مشتركة. أنا لو جت كده وكتبت على طول الـ A والـ B والـ C آر كولينير صح، بس يفضل نقول له إن في نقطة مشتركة كمان عند بي إس كومون بوينت، يبقى زين A B C آر كولينير. تمام يا جماعة، يبقى جبنا السلوب هنا والسلوب هنا هيطلعوا زي بعض وفي نقطة مشتركة، يبقى هما الاثنين أو هو الثلاث نقط على استقامة واحدة. الطريقة اللي أنا قلتها دي تنفع لو قال لك اثبت إن هم كولونير أو هم كولونير. يعني إيه؟ يعني اثبت إن هم كولونير، خلاص هنجيب الأسلوب بتاع الـ A B والـ B C يطلعوا زي بعض، خلاص هم كولونير. أو يجي إيه في المسألة يقول لك هم كولونير ويحط لك حرف. برضه في طريقة الأسلوب اللي هتيجي معايا، الديستنت ساعتها مش هتيجي. يعني الديستنت لو جيت تحلها هنا مش هتتحل. فعشان كده أنا حليت بالطريقة دي. تعالى نقول المسألة التانية. بيقول لي if the point A, B, C are located on same straight line, find the value of X. أنا عندي الـ A والـ B والـ C are on same straight line يعني are collinear على استقامة واحدة. Find the X. طب هنعمل إيه؟ هنجيب الـ slope بتاع أي اتنين فيهم ونساهم ببعض عشان هما collinear، وعن طريق هنجيب الـ X. بس يا ريت نيجيها بذكاء. يعني ايه؟ يعني مثلا الاكس في حرف البي، فانت ما تروحش تجيب الاسلوب بتاع الاي بي والبي سي، ما انت لو جبت الاسلوب بتاع الاي بي في اكس والبي سي في اكس هتحل بس بصعوبه. مش احنا قلنا كولونير معناها الاسلوب بتاع اي اتنين فيهم بيساوي بعض؟ يبقى انا نستخدم واحده فيها اكس وواحده ما فيهاش اكس. نبدا باللي فيها اكس بحيث انت لما تيجي تكتب الايكويشن بتكتب دايما الاكس الاول. فهنجيب الاسلوب بتاع الاي بي وبعد كده بلاش اللي فيها اكس، يبقى الاي سي وهنساهم ببعض. يبقى هنجيب الاسلوب اوف اي بي، الاسلوب بتاع الاي بي يلا بينا هيبقى عباره عن واي 2 ماينس واي 1 يعني 3 ماينس 1 اوفر اكس ماينس 0، 3 ماينس 1 يعني 2 اوفر اكس ماينس 0 يعني اكس. سلوب اوف، بلاش بقى البي المره دي، هيبقى اي سي عشان الاكس. اي سي يعني هتبقى 5 ماينس 1 اوفر 2 ماينس 0 يعني 4 اوفر 2 يعني 2. تمام، نرجع نقول اي بي سي ار كولينير على استقامه واحده، معناها ايه؟ معناها السلوب ده بيساوي السلوب ده، يبقى معناها سلوب اوف اي بي ايكوال سلوب اوف اي سي. معلش بقى المكان
هيبقى 2 اوفر اكس ايكوال 2. هي ال 2 لوحدها كده معناها اوفر كام؟ اوفر 1. من غير ما نعمل مقص، اللي فوق بيساوي اللي فوق، يبقى اللي تحت بيساوي اللي تحت، يعني الاكس ايكوال 1. تمام يا جماعه؟ اللي بعديه بأكد تاني، امتى هنشتغل على سلوب؟ المسألة المعتمدة على بارل أو بربنديكولر. المسألة اللي بتعتمد على البارل أو بربنديكولر بشتغل على السلوب. بارل أو بربنديكولر يبقى السلوب. بارل بربنديكولر سلوب. ABC proves that the triangle ABC is right at B. اداني ال A وال B وال C وقال لي اثبت ان المثلث رايت ورايت ات بي. طب ما احنا حللناها قبل كده وقعدناها بالديستال. كنا بنعمل ايه؟ في الديستال بنحسب ال A B وال B C وال A C وروح على اكبر واحد في الثلاثه نعمله سكوير يطلع يساوي الاثنين التانيين، يبقى المثلث رايت. قال لي في طريقه ثانيه بالسلوب. طب ايه علاقه الاسلوب بالمثلث؟ لا ما هو انا هنمسك في كلمه رايت ازاي؟ بص يا جماعه، مش ده نفترض مثلا اسمه اي بي سي، مش ده مثلث رايت؟ رايت يعني الاي بي والبي سي هما الاثنين ايه؟ بربندكلر. فانت هتجيب الاسلوب بتاع الاي بي والاسلوب بتاع البي سي، يطلع واحد فيهم مقلوب الثاني بعكس الاشاره، واحد فيهم مقلوب الثاني بعكس الاشاره، يبقى الاي بي بربندكلر على البي سي، يعني بينهم زاويه ايه؟ رايت. يبقى نوع المثلث بربندك ايه؟ بنوع المثلث رايت. تاني هنجيب الاسلوب بتاع الاي بي والاسلوب بتاع البي سي، يطلع واحد مقلوب الثاني بعكس الاشاره، يبقى هما الاثنين ايه؟ بربندكلر. يبقى المثلث كله نوع رايت. طب امتى نشتغل على الطريقه دي؟ وامتى نشتغل على الديستال؟ في المثلث الرايت بالذات. هو الكلام ده للمثلث الرايت بس، مش اي مثلث ثاني. اي مثلث ثاني اكيوت اوبتيوس كولاترال اسوس ديستانت. لكن لما يقول رايت ومش رايت ويسكت ورايت فين؟ يعني رايت مثلا ات بي، يبقى احنا هنشتغل على السلوب. طب في بعض المسائل وهتشوفها في الامتحانات يقول لك اثبت اللي هو رايت ات بي زين فايند اريا، وهات لي الاريا. طب ما انت عشان تجيب الاريا محتاج تجيب اطوال. لو قال لي هات الاريا، لا يبقى الديستانت احسن. لكن لو قال لي اثبت اللي هو رايت ورايت فين وسكت، الاسلوب احسن اسرع بيام. تمام؟ تاني هو بيقول دلوقتي اثبت ان المثلث رايت ات بي. تفرق معاه ات بي؟ اه تفرق، بحيث ان انا هنجيب السلوب للي فيهم بي، ما هو المثلث هيكون كده مثلا رايت ات بي. فانت هتجيب السلوب بتاع الاي بي والبي سي بس، مش هتجيب الثلاثه. تمام؟ عشان متاكد ان هو هيبقى رايت ات بي. فهو قال لي رايت ات بي، يبقى انا هنجيب السلوب للسايدز اللي فيها البي. يعني انا هنجيب السلوب اوف اي بي والسلوب اوف بي سي. يلا بينا. اي بي واي 2 ماينس واي 1 يعني 3 ماينس ماينس 1 اوفر 2 ماينس ماينس 1 يعني 4 اوفر 3. سلوب اوف بي سي، بي سي هتبقى 0 ماينس 3 اوفر 6 ماينس 2 يعني نيجاتيف 3 اوفر 4. بص كده الاثنين يا جماعه، واحده 4 اوفر 3 والثانيه نيجاتيف 3 اوفر 4، مقلوبتها بعكس الاشاره. نقول له سينس ام 1 ايكوال نيجاتيف 1 اوفر ام 2، يبقى زين اي بي بيربنديكولار تو بي سي، الاثنين متعامدين، يبقى زين تراينجل اي بي سي از رايت ات بي. ثواني يا جماعة،
آخر مسألة معانا، الأشكال الرباعية. اثبت أن الشكل الباريلوغرام ريكتانجل رومبس سكوير خليه في الديسمنت. تمام؟ الشكل الوحيد الديسمنت ما ينفعش فيه وما فيش أي حاجة تنفع فيه غير السلوب الترابيزويد أو الترابيزيوم. يبقى أول ما أقول ترابيزيوم على طول سلوب، سواء بقى اثبت أو هو ترابيزويد أو أي حاجة معتمدة عليه، خلاص هشتغل على السلوب. طب إيه الفكرة؟ لو الشكل يا جماعة ترابيزيوم، خواص الترابيزيوم، خواص اللي فيه مش خاصية واحدة أساسا. Only two opposite sides are parallel. Parallel حاجة معتمدة على البارل، يبقى الستوب. طب سيبنا من المسألة دي خالص، في مسألة تانية. لو قال لي اثبت إن الشكل ده عبارة عن ترابيزيوم، هنعمل إيه؟ هنجيب الأسلوب للأربعة، هتلاقي فيهم اتنين بيساووا بعض، اتنين بس مش اتنين واتنين. الاتنين اللي بيساووا بعض دولت يبقوا اتنين بارل، يبقى الشكل عبارة عن ترابيزيوم. يعني في مسألة مثلا جاب لي A B C D، اثبت ان هو ترابيزيوم. هنجيب الاسلوب للـ A B والـ B C والـ C D والـ A D، يطلع لي الـ A B والـ C D الاسلوب بتاعهم زي بعض، يبقى الـ A B بارل C D، يبقى then A B C D is trapezoid. وانا عايز اتنين بس اللي بارل، تمام؟ هيبقوا اتنين اه واتنين لا، يعني اتنين بيوازوا بعض والاتنين التانيين لا. طب نشوف مسألتنا. المسألة بتقول لي A B C D is trapezoid where A B parallel C D. A B C D اداني الأربع نقط، بس أنا ملاحظ إن السي عبارة عن X ونيجاتيف X، وقايل في أول المسألة ترابيزويد فيه اتنين بارل ال A B وال C D. Find the coordinate of point C، يعني هات لي الإكس بمعنى صح. لو جبنا مثلا إكس ب 3 يبقى 3 ونيجاتيف 3. مش عايز أرسمها لأن رسمتها هتبقى أصعب، بس كل اللي هنمسك فيه ان في اتنين بارل. هنجيب السلوب بتاع الاي بي والسلوب بتاع السي دي ونسهم ببعض، يبقى هنجيب سلوب اوف اي بي، اي بي واي 2 ماينس واي 1 يعني 2 ماينس ماينس 2 اوفر اكس 2 ماينس اكس 1 يعني 3 ماينس 9 يعني 4 اوفر نيجاتيف 6 يعني نيجاتيف 2 اوفر 3. تمام. سلوب اوف بي سي او سي دي، يا ربي معلش، سي دي واي 2 ماينس واي 1 يعني نيجاتيف 3 ماينس ماينس اكس اوفر 4 ماينس اكس، يعني هي خلصانه كده مش هقدر اعمل فيها حاجه تاني. طب هو قايل في المساله ان السلوب اوف اي بي، يا ربي، قايل في المساله ان الاي بي بارلل سي دي، يعني معناها السلوب اوف اي بي ايكوال سلوب اوف سي دي. هنساوي الاثنين ببعض، يعني 3 بلس اكس اوفر 4 ماينس اكس ايكوال نيجاتيف 2 اوفر 3. فاكرين المقص بتاع زمان؟ فراكشن بيساوي فراكشن، نعمل مقص. مقص يلا بينا، نيجاتيف 3 تايم 3 بنيجاتيف 9 بلس 3 اكس ايكوال نيجاتيف 8 بلس 2 اكس. اكساتك في يامه، عددك في يامه، سيبنا دي هنعدي معاك، يبقى انا ماينس 2 اكس نيجاتيف 8 ماينس 9 تعدي بلس 9. نيجاتيف 8 بلس 9 يعني 1، 3 اكس ماينس 2 اكس يعني اكس، يبقى الاكس ب 1. طب انا عايز نقطه السي اللي هي هتبقى عباره عن اكس ونيجاتيف اكس، يعني هتبقى 1 مع نيجاتيف 1. الدرس بتاعنا خلص يا جماعه. هقول بس حاجه دلوقتي، انا خدت ثلاث دروس وبدات العمليه تخش في بعضها. عندي ديستانت والميد بوينت والسلوب، وفي حاجة تتكرر وفي حاجات انا مش عارف احلها بالديستانت ولا بالسلوب ولا بالميد بوينت، ولسه اصلا الدرس الجاي كمان بتاع الايكويشن في كمان كلام تاني. يعني مش هقدر اميز لك دلوقتي الا لما تخلص الدرس الرابع. بعد ما هخلص الدرس الرابع في مذكره ريفيجن شرح بالنسبه للواحده دي بالذات، الواحده دي تقيله شويه، اميز لك فيها. لو هو قال لي كذا هشتغل كذا، قال لي مثلا اثبت ان الشكل مثلا سكوير يبقى اشتغل بالديستنت، اثبت ان الشكل مثلا ترابيزويد يبقى هشتغل بالسلوب، قال لي اثبت ان هما كورنير يبقى هشتغل بالسلوب، تمام، اثبت ان المثلث رايت بس يبقى بالسلوب، طب رايت وهات الاريا يبقى بالديستنت، اثبت ان المثلث ايسوسل يبقى بالديستنت، هات لي نقطه يبقى بالميد بوينت. كل ده
هنقوله بأمثلة بس بعد ما نخلص الواحدة على بعضها. تمام؟ دي مذكرة تانية إن شاء الله بعد الواحدة دي. ماشي الحال يا جماعة؟ درسنا تمام إن شاء الله. الهوم ورك بتاعنا هيبقى بيج 95 من أول 5 لغاية 11، وبعديها 15 و16 و17 و20 و25 بيج 96. ونشوفكم على خير يا جماعة.